الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إضاءات حول المدونة. حلقة اليوم غادي نخصوها للحديث عن قضية تتعلق بقضايا الحالة المدنية. غنطرحوا عليها واحد مجموعة من التساؤلات وغنحاولوا نجاوبوا عليها، خاصة فيما يتعلق بالتسجيل في الحالة المدنية. لماذا هذا الموضوع؟ لأنه للأسف الشديد كنلاحظوا بأنه كثير من الأبناء المغاربة باقي ما مسجليش في الحالة المدنية، إما لجهل في المسطرة أو ربما لأنه كاين واحد النوع من التقاعس في هذا الأمر المتعلق بالتسجيل وعدم إدراك الأهمية ديالو، مع أن الدولة كتحاول تقوم بمجموعة من الحملات المتعلقة بهذا الأمر باش يعني تسجل الأبناء ديالنا في الحالة المدنية ويكونوا كلهم عندهم تسجيل في الحالة المدنية. وبالتالي هنا غنتسألوا، واش هذا التسجيل في الحالة المدنية بطبيعة الحال واش هو ضروري أو غير ضروري؟ القانون كيأكد بأن التسجيل ضروري وأساسي. لماذا؟ لأنه أولا كيشكل واحد الحق من حقوق الطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وكذلك المنصوص عليها في مدونة الأسرة في المادة 54، ومن ضمن هذه الحقوق أنها الطفل عنده الحق باش تكون عنده هوية واضحة وأن يكون مسجلا في سجلات الحالة المدنية. هوية واضحة بمعنى أنه عنده اسم وعنده كنية وعنده نسب يعرف به بين الناس جميعا، وعنده واحد هذا التسجيل هذا كيمكنه من مجموعة من الحقوق الأخرى المتعلقة بحقه في التمدرس، حقه في الزواج، حقه في العمل، حقه في أن تكون له بطاقة وطنية يمارس بها جميع حقوقه، حقه بأنه باش أن هذه البطاقة الوطنية غتمكنه باش يولج سوق الشغل، ربما باش يدير التصويت في الانتخابات، ربما يكون حتى هو مشارك في الحق العام والحق السياسي او غير ذلك من المسائل المتاحه له. لكن من غير هذا التسجيل هذا اللي هو مقدمه اساسيه واللي كتم امام ضابط الحاله المدنيه، لا يمكن لهذا الطفل ان يستفيد من هذا الامر، وربما قد يجد صعوبات كثيره يعني مع مرور الايام في حال ما اذا تقاعس الابوين ديالو عن القيام بهذا الامر الخاص بالتسجيل. إذن إدراكا لهذا الأمر هذا كله خص جميع المواطنين والمواطنات ما يكونش عندهم التقاعس في تسجيل أبنائهم وبناتهم في الآجال القانونية المحددة. هنا كنتسألوا شكون اللي عنده الحق باش يصرح أمام ضابط الحالة المدنية بتسجيل طفل له بسجلات الحالة المدنية. قانون الحالة المدنية حدد واحد مجموعة من الأشخاص باش أنهم يقوموا بهذا الأمر هذا، وذكر في مقدمتهم الأب أو الأم، يعني بالتساوي ذكرهم بالتساوي، ثم وصي الأب أو وصي الأم، ثم الأخ، ثم كذا إلى آخره، على حسب المراتب ديالهم والدرجات ديالهم والقرب ديالهم من هذا الطفل. اللي كيهمنا هنا أساسا هو أن التصريح خص يقوم به أساسا الأب أو الأم، وهذا الشيء جاء بالتساوي بما بينهما، وهذا واحد الحل أوجده المشرع المغربي لأنه كان هذا الحق مستأثر به من طرف الآباء، وكانوا بعض الآباء سمحهم الله يتقاعسون في القيام بهذا الحق في تجاه أطفالهم، إما لوجود مشاكل بينهم وبين هذيك الأم أو مع العائلة أو فقط للإضرار بها أو للإضرار بأبنائه أو للتملص من مسؤوليته، لأنه ربما كان كيقول لك إلا تسجل هذا الإبن هذا يقول لي عنده عقد زياد ويتبعني بالنفقة أو غير ذلك من الأمور، أو ربما لا يرغب فقط حتى في تسجيله في المدرسة إضرارا به أو غير ذلك من الأمور. فالمشرع رفعا لهذا الحرج ورفعا لهذا الحيف الذي يمكن أن يقع أسند المهمة أيضا للأم، بمعنى أن الأم حتى هي من حقها باش أنها تبادر إلى تسجيل ابنها بسجلات الحالة المدنية. كيفاش كيتم التسجيل هذا؟ كيتم داخل واحد الأجل هو 30 يوم، بمعنى أنه لا ينبغي تجل 30 يوم من تاريخ الولادة، وكيكون أمام ضابط الحالة المدنية للمحل أو المكان الذي وقعت فيه الولادة، سواء كان داخل المدار الحضري أو في المجال القروي، كاين قيادات، كاين بشويات، كاين مراكز لإمكانية تسجيل هؤلاء الأبناء، وكذلك على المستوى الحضري كاين مقاطعات فيهم ضباط للحالة المدنية. هذا التصريح هو سهل وبسيط جدا، بمعنى أنه يكتفي فقط الإنسان يكون مصحوب بدفتر العائلي يخصو يكون عنده، إذا ما كانش عنده ماشي إشكال يمكن أن ينجزه أمام ضابط الحالة المدنية.
ثم ايضا خصو يكون مصحوب بعقد الزواج، وهذا اساسي وضروري ومهم، لانه كيثبت بان العلاقه الزوجيه قائمه بين الطرفين، وان هذا الابن هذا فعلا ولد على فراش الزوجيه. ثم كاين داك التصريح بالولاده اللي كيسلمو الطبيب المولد او الطبيبه المولده او القابله في حال ما اذا كانت الولاده تمت داخل البيوت. حنا كنعرفوا بان مجموعه من القابلات وعندهم تراخيص الان قانونيه من اجل القيام بهذه الامور ديال التوليد. ثم كتكون مصحوبه بشهاده اداريه من طرف السلطه المحليه كتعزز هاد الشهاده ديال هاد القابله التي قامت بتوليد هذا الامر. اذا هاد الوثائق كلها ملي كتجمع كيتجه المعني بالامر الى ضابط الحاله المدنيه، وكيقول لي بانني اخترت الاسم الفلاني لهذا الولد او لهذه البنت، وانا باغي نسجلها في الحاله المدنيه طبقا للبيانات التي امامك. اذا هذا كتبان المسطره سهله وبسيطه جدا، وحتى الاجل 30 يوم، بمعنى ان الانسان بعد الولاده يمكن انه تشغل بالاسبوع ديال العقيقه والاعداد لها، نقولوا مثلا حتى الاسبوعين كاع مثلا، يعني الامور كلها تمت، ولكن بعد اسبوعين الانسان خصو يبادر الى هذا الامر ديال التسجيل. اما هو الافضل والافيد انه ان يبادر الانسان بتسجيل ابنه مباشره بعد الولاده، سواء في اليوم الثاني او الثالث او غير ذلك من الايام ديال الله سبحانه وتعالى، المهم ما يفوتش هذاك الاجل ديال 30 يوم. لكن هناك مجموعه من الاجالات الخاصه ايضا حتى بالولادات التي تتم في الخارج، يمكن للمعني بالامر ان يصرح بتسجيل ابنائه امام يعني القراصنه المغاربه المكلفين بمهمه ضابط الحاله المدنيه او الاعوان الدبلوماسيين اللي كيشتغلوا بهذه السفارات، ويسجلهم كما كتسجل داخل المغرب اذا اراد ان يسجله يعني امام السلطات المغربيه بالسفارات او القنصليات المغربيه. في حال ما حتى كان في سفر يعني سواء اتجاه المغرب او خارج يعني متجها الى خارج المغرب، كاين ايضا شكليات قانونيه يمكن اتباعها، سواء ان الانسان يسجل عند اول يعني قنصل مغربي يتواجد يعني في هذيك الدوله اللي التي حل بها اذا كان في اتجاه مثلا ديال اوروبا، او لا عند رجوعه الى بلده يمكن ان يسجله اذا تمت الولاده في الطريق عند ضابط الحاله المدنيه لمحل سكناه، دائما داخل الاجل القانوني المحدد في قانون الحاله المدنيه. لكن سؤال قد يطرح، الى ما تمش هذا التصريح بالتسجيل في الاجل القانوني شنو هو العمل؟ ما العمل؟ واش نخليوه الطفل هذا بدون تسجيل في الحاله المدنيه؟ يبقى دائما مجهول الهويه كما يتعمد كثير من الاباء والامهات سمحهم الله؟ لا، المسألة محسومة ومحلولة قانونيا، حتى أيضا في قانون الحالة المدنية يمكن القيام بالتصريح بهذه الولادة والمطالبة بتسجيلها، ولكن بواسطة القضاء، بمعنى أن المعني بالأمر إلا فات الأجال يمكن أنه يدير واحد المقال يتوجه به إلى رئيس المحكمة الابتدائية ويضع مقاله بقسم قضاء الأسرة، وكاين يعني قضايا ديال الحالة المدنية تبت هناك، وكيكون المقال ديالو مصحوب أيضا بواحد التصريح بولادة هذا الطفل هذا. في حال ما كانش التصريح هذا يمكن ياخذ شهادة طبية يقدر فيها عمر هذا الطفل هذا وأنه لا زال على قيد الحياة، يمشي عند ضابط الحالة المدنية كياخذ واحد الشهادة التي تفيد بأنه الطفل غير مسجل في سجلات الحاله المدنيه لهذه السنه او حتى السنوات الماضيه، ثم ايضا واحد الشهاده تفيد بانه لا زال على قيد الحياه. اذا هذه الوثائق بسيطه وسهله جدا ومرفوق بعقد الزواج، ثم ايضا يتم ايداعها المحكمه كدير جلسه ديالها وينظر فيه القاضي ويحيله عن النيابه العامه، والنيابه العامه تطلع عليه، مستندات الوثائق كلها سليمة، فالمسطرة تتم بشكل تلقائي وبسيط ويصدر الحكم. ثم بعد ذلك وكيل الملك يأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيل هذا الطفل طبقا لحكم القضاء الذي أمر بتسجيله في سجلات الحالة المدنية، وهكذا كنكون على الأقل اعتقنا هذا الطفل وسجلناه في سجلات الحالة المدنية بطريقة قانونية طبقا لحكم القانون. ربما بعض الناس غادي يشوفوا بان هذه الامور فيها سير وجي وكذا الى اخره، راه ايضا الدوله كدير حملات وربما كتكون فيها تسهيلات اكثر من اجل تسجيل اكبر عدد ممكن، حتى الانسان اذا عجز وفاته الوقت يمكن ان يشارك في هذه الحملات المتعلقه بالتسجيل ويسجل الابن ديالو داخل هذه الحملات. هنا دائما كنا كنتكلموا مشاهدي الكرام على الطفل المعلوم الأبوين، بمعنى أنه كيتسجل وكيكون عنده هوية وكيكون عنده نسب ومعروف إلى آخره. كاين سؤال قد يطرح من طرف بعض الناس، هل يمكن تسجيل الطفل مجهول الأب في الحالة المدنية؟ بمعنى أنه ولد بطريقة غير شرعية خارج مؤسسة الزواج
واش حتى هو عنده حق باش يتسجل في الحاله المدنيه؟ نعم، قانون الحاله المدنيه يقول له الحق في ذلك باش انه يتسجل حتى هو وتكون عنده هويه داخل يعني مثله مثل باقي الاطفال، مثله مثل باقي الاطفال، حتى هو يكون عنده اسم وتكون عنده كنيه. هذا الاسم ديالو اسم شخصي، قد تسجله الام ديالو بمعنى انها هي التي تبادر اذا ارادت ان تحتفظ بابنها ومابغاتش تخلى عليه، ولها الحق في ذلك وتسجله وتمشي عند ضابط الحاله المدنيه داخل الاجل القانوني اللي هو 30 يوم، ثم تدلي بما يفيد بان هذا الابن راه ولد في المستوصف او المستشفى او غير ذلك، شهاده المولد وغير ذلك، ثم تختار له اسما شخصيا من الاسماء العاديه ديال جميع المغاربه، وتختار له اسما عائليا من واحد الكشاف ديال الاسماء العائليه المغربيه موجود عند ضباط الحاله المدنيه اللي هي مشهوره، يمكن ان تختار، يمكن ان تختار اسما عائليا قريبا لاسمها العائلي بعد موافقه عائلتها واسرتها. اذا كل هذه الاحتمالات ممكنه فقط على الاقل باش انه يبقى الطفل مسجل في الحاله المدنيه وله اسم وله كنيه. يمكن ايضا ان تختار له اسما من اسماء الاباء، من اسماء العبوديه، مثلا عبد الله، عبد الرحمن، عبد القادر الى اخره، لان هذا الابن هذا في جميع الاحوال هو ابن من عباد الله سبحانه وتعالى، باش ما يبقاش سبه في هذاك السجل ديال الحاله المدنيه ديال الطفل اللي هو غير معلوم الاب او مجهول الاب بدون اسم الاب، واش على الاقل يسمى مثلا فلان ابن فلان. هذا كل ما يتعلق بتسجيل الاسم يعني الطفل المجهول الاب بالحاله المدنيه، اذا له الحق الكامل القانوني ايضا في ان تكون له هذه الهويه في التسجيل. ايضا كاين طفل ما يسمى بالطفل المهمل، الطفل المهمل اللي ربما يتم التخلى عنه في ظروف معينه، اما في مؤسسه، اما ملقى في الشارع، اما امام مسجد، اما الى اخره، فهذا الطفل احيانا يتم وضع اليد عليه من طرف الشرطه او من طرف السلطه المحليه او من طرف عامه المواطنين، وكيسلموه لواحد الجهه معينه من اجل لانه اصبح مهملا. فهذا الطفل هذا القانون اوكل لوكيل الملك طبقا لقانون الاطفال المهملين باش انه يسجله بطريقتين، اما داخل الاجل القانوني كيصدر الامر ديالو الى ضابط الحاله المدنيه، الى ما فاتش عليه 30 يوم بمعنى وجد حديثا يمكن ان يسجله، في حال ما الى فات هذه المده هذه فوكيل الملك ايضا يتقدم بملتمس الى المحكمه قصد تسجيل هذا الطفل المهمل بسجلات الحاله المدنيه طبقا للطريقه التي اشرنا اليها والمسطره التي اشرنا اليها فيما يتعلق بتسجيل الطفل مجهول الاب في سجلات الحاله المدنيه. اذا هذا الشيء كل شيء مشاهدي الكرام كيبان بانه مهم واساسي وضروري ويكفر حقا من حقوق الطفل، وهو الحق في الهويه والحق في ان يكون معلوما باسمه وان يكون مثله مثل جميع المواطنين المسجلين في سجلات الحاله المدنيه. اتمنى صادقا ان تكون هذه الافادات قد اجابت عن بعض التساؤلات التي تطرح في هذا الاطار. اكتفي بهذا القدر والى اللقاء في حلقه مقبله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.